وقالوا فضيلة الشيخ طه الفاشني القارئ المتميز صاحب خامة الصوت التينور الذي يبدأ من درجة عالية ثم يصعد وينتقل ويتوغل بين المقامات، هو عالم بعلم النغم، بل أستاذ الشيخ طه الفاشني رحمه الله تأثر كثيرا بأستاذي الشيخ علي محمود في عالم الإنشاد والتواشيح، ومع هذا تفرد بأسلوب آخر، وهناك فرق سريع. الشيخ علي محمود كان يتنقل تنقلات سريعة بين المقامات، لا يترك نفسه على المقام جمل كثيرة، أما الشيخ طه الفاشني يقول جملة ثم يكررها بنفس المقام، يبقى إذن تميز بخصوبته في المقام الواحد. هكذا: هو الله هو الله والله. أنا في نفس المقام لم أخرج منه. هذا ما كان يفعله الشيخ طه الفاشني، يأخذ المقام بكذا أسلوب، كل المناطق في الصوت استخدمها: القرار والوسط والجواب وجواب الجواب، يذهب إلى جواب الجواب بحرفية عالية. قارئ مدرسة بمعنى الكلمة.